طيب بسرعة أروح إلى استاد الأهلي والسلام، والزميل العزيز شريف شعبان موجود في أرضية الملعب للتجهيز والتحضير وآخر الاستعدادات قبل وصول الفريقين ومباراة اليوم اللي هتنطلق إن شاء الله في الساعة 8 مساء. مساء الخير يا شريف. مساء الخير عليك زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. بالفعل من استاد الأهلي والسلام مباراة الأهلي وإنبي تكون في الثامنة مساء. خليني الأول أنفرد لك بخبر يمكن وفد من الاتحاد الأفريقي لزيارة ملعب الأهلي وي علشان خاطر رخصة الأندية طبعا، والأهلي يلعب مبارياته الأفريقية كلها على ملعب الأهلي وي. اللجنة انبهرت جدا بالاستاد، بالمدرجات، بغرف الملابس، بالغرفة الطبية المجهزة لتحليل كورونا أو لتحليل المنشطات. كل حاجة في الاستاد تم زيارتها في طبعا في تغطية خاصة وحصرية لشاشة قناة النادي الأهلي، والناس شادد جدا بملعب الاهلي وي، وقالوا فعلا استاد يضاهي الملاعب العالميه، ما في كل الامكانيات، ما فيش حاجه ناقصه خالص في الاستاد. ويمكن من الموافقه او من الزياره بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي باذن الله هتكون المباراه الافريقيه الجديده باذن الله على ملعب الاهلي وي. قدامنا على الشاشه الزياره طبعا اللي انفردنا بيها على شاشه قناه النادي الاهلي. مظبوط، ده نستعرض وانت بتتكلم كل اللقطات الحصريه للزياره جدا طبعا. وضمت طبعا دكتور المنتخب الدكتور محمد ابو العلا في اللجنه الطبيه اللي اطمئن على الاجراءات الطبيه والاجراءات الاحترازيه داخل ملعب الاهلي وي. ويمكن اشاد جدا بهذه الاجراءات، الناس كلها اشادت بالملعب، الاستاد، بكل حاجه في الاستاد، غرف الملابس اللي اشادوا بها جدا. انت تخش غرف ملابس النادي الاهلي تلاقي كل بوكس او كل دولاب عليه اسم لاعب النادي الاهلي، طبعا الشغل ده ما تلاقوش غير في انديه العالم كله اذا كان الريال او غيره، يعني كل الملاعب العالميه هتلاقي نفس الكلام ده موجودة في مصر طبعا في ملعب الأهلي والسلام. ده كانت الزيارة اللي انفردنا بيها على شاشة قناة النادي الأهلي. أنا شايف يا شريف على الشاشة بقى على شريف. الملعب اللي بيستقبل المباراة شريف، أنا شايف قدام على الشاشة في وفد من اتحاد الكورة، أنا شايف حتى قدامي في صورة حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات. هل المسابقات وإدارة التراخيص هم المعنيين بالمتابعة مع الاتحاد الإفريقي في هذا الشأن؟ لا، هو شبه حسام الزناتي، هو اسمه شريف، هو مش ما انا بتاكد منك الصوره بس. ما اظن شبه حسام الزناتي. لا شبهه شويه. هو ده من لجنه الالقاف شريف عبد الخالق، يمكن هم كانوا ثلاث مندوبين، اثنين شريف وواحد ثاني، وطبعا دكتور محمد ابو العلا، هم ثلاث مندوبين. زياره استمرت حوالي ساعتين، ما كانش فيها خالص حد من اتحاد الكره المصري، ولكن كان موجود مسؤول النادي الاهلي مع الوفد من الاتحاد الافريقي. خليني بقى اطمنك على الملعب. يمكن دخول الاستاد حدث ولا حرج، سهوله كبيره جدا لكل الاعلاميين، لكل الصحفيين، لكل المتواجدين في الملعب. يمكن الاجراءات الاحترازيه قويه جدا، الكمامه لازم تكون موجوده، قياس الحراره، تعقيم غرف الملابس، تعقيم دكك البدلاء، كل حاجه في الملعب بيتم تعقيمها عشان حرصا طبعا على سلامه لاعبي النادي الاهلي وسلامه لاعبي امي، واتمنى باذن الله تكون السلامه للجميع. يمكن غيابات النادي الاهلي كتير النهارده، ياسر ابراهيم ايقاف طبعا، بادجي احمد الشيخ الشناوي سوبر ستار النادي الاهلي، رامي ربيعه، محمود متولي، معلول جيلاردو. يمكن حكم النهارده او تحكيم اليوم النهارده حكم ساحه محمد يوسف، مساعد اول محمد عبد المجيد، مساعد ثاني محمد صلاح عبد الفتاح، حكم رابع محمد سيد بكر، حكم الفيديو النهارده نادر قمر الدوله، ومساعده احمد حامد فهيم. باذن الله يا رب النهارده تكون مباراه موفقه للنادي الاهلي، باذن الله يا رب يكون او تضاف ثلاث نقاط جديده الى رصيد النادي الاهلي. سمعتك الناس بتتكلم او سمعتك كنت بتتكلم زميلي محمد عن ممكن يبدا مين صانع العاب، صالح جمعه ولا وليد سليمان ولا قفشه؟ يمكن الاقرب من الكواليس هو وليد سليمان. عوده ليك من جديد. اكيد فضل. شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي من ملعب الأهلي والسلام، بشكرك شكرا جزيلا. وهذه اللقطات الحصرية لهذه الزيارة النهاردة من لجنة الاتحاد الإفريقي مع إدارة الترخيص في اتحاد الكورة للاطلاع على البنية التحتية وجاهزية ملعب الأهلي للبطولة الإفريقية الفترة القادمة. كل التوفيق للأهلي يا رب في المشوار الإفريقي، والنادي الأهلي النادي المصري اللي معاه الرخصة الرسمية من الاتحاد الإفريقي، مش السنة دي، من السنة اللي فاتت. كل التوفيق يا رب للنادي الأهلي.